تحياتي لحضرتك استاذ احمد. اهل اسكندريه يا استاذ عمرو بيرفضوا اقامه حفل محمد رمضان، تعليقك ايه؟ طبعا مليون تحيه لاهل اسكندريه، دول ناس يعني ناس محترمه وناس جدعان وناس والله العظيم فعلا عارفين قيمه الفن الجميل المحترم. مش واحد مجرم زي ده تسبب طبعا في وفاه الطيار اشرف ابو اليسر الله يرحمه، كان راجل قائد طيار قد الدنيا محترم، ده ايوه تسبب في وفاته وبيتصور مع الصهاينه ومجرم، وعمل فيديو للجيش يطلع ان الجيش جيش كويس وجيش محترم وان انا يعني بطل في الجيش، وهو اصلا ولا له ريحه طب اللازمه. عمرو معلش ثاني عايز حاجه اسالك ان هو سؤال قال لك مباشر يا عمرو، ليه حاله الكره والاحتقان موجوده عند الشعب المصري وكتير من الجمهور تجاه محمد رمضان تحديدا؟ من افعاله يا استاذ احمد. حضرتك بقول لحضرتك ده بيستفز المصريين، اولا انت ما تعرفش قد ايه لما يبقى واحد من جره ويطلع لبره، لما يبقى ايوه واحد جعان شحات ما كانش لاقي ياكل وربنا اداله النعمه يحمد ربنا بقى وما يقعدش يظهر للناس ويستفز الناس، فالناس اصلا بتستفز لان احنا في حاله صعبه ماديه وفي عيشه ربنا وحده اللي يعلم طب ما بحاله، انتوا في ظل الحالة فلما يطلع الصعبة المعيشية والمادية دي يا أستاذ عمرو بتروحوا تحضروا حفلاته في الساحل وفي العلمين وفي الحتت دي وبتدفعوا فلوس تذاكر، يبقى مين اللي بيصنع الظاهرة السيئة اللي انتوا بتكرهوها بعد كده وبتنتقدوها؟ يا بيه الناس اللي هم اصحاب الفن ورجال الاعمال ونجيب ساويرس والفنانين اللي هم والناس اللي هم رجال الاعمال اللي بيحضروا والناس اللي هي ظروفهم الماديه عايشين فوق، ايوه مش الناس الغلابه، مش الطبقات الكادحه، انا بكلم حضرتك على الطبقات الوسطى الكادحه. شعب اسكندريه ليه مليون الف تحيه، والله العظيم اجدع صحيح. واجمل شعب انه يرفض شخص زي ده دمر بشكرك يا استاذ عمرو، شكرا ناس كتير. جزيلا، وبما انك قلت تحيه كبيره لاهل اسكندريه فمعانا ابو طه، برحب بيك يا ابو طه. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا ابو طه، اتفضل. اهلا بحضرتك، انا عايز اقول لحضرتك والله العظيم قوي 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 اهل اسكندريه، تمام. يعني تحيه كبيره قوي 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 لشعب اسكندريه. الحاجه الثانيه، محمد رمضان يا استاذ احمد، ما يعني انا من واحد من ضمن الناس في بدايات كنت بحبه، كنت بتفرج عليه، كنت من جمهوره. طب لو ترفع صوتك شوية، بس أنا مش سامع الصوت كويس، لو ترفع صوتك شوية. كنت آخر حاجة بتقولها إنك واحد من جمهور محمد رمضان، أو كنت من جمهور محمد رمضان. بالظبط كده يا استاذ احمد، أيوة. يعني كنت بحبه والله وكنت احب اتفرج عليه، لكن معلش يعني انا ما اعرفش ليه هو بيعمل في نفسه كده، رغم ان في فنانين تانية بتطلع يعني زي يعني في فنانين تانية زيه، بس ما حدش بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها اللي بتستفز الشعب. يعني انت كون ان انت تطلع تتصور مع ناس يهود، ويعني ليه؟ يعني بالرغم من اني معلش يا استاذ احمد انا اسف اسمح لي معلش، مصر في اتفاقيه سلام بينها وبين اسرائيل بقالها 40 سنه، ومع ذلك الاتفاقيه ديت اتفاقيه سياسيه، انما الشعب بيكن للشعب الاسرائيلي كل الكره وكل البغض. انت ليه تطلع وتتمثل مع الناس اليهود وتعمل والمهرجانات اللي انت بتعملها او الحاجات اللي هي غير هادفه؟ يعني انت انت شايف قربت ان الناس اللعب على الحته دي ما تاكلش مع الشعوب، وممكن تكره الشعب في اي حد يعمل كده لمجرد انه يحاول يطبع مع الصهاينه؟ ايوه بالظبط كده يا استاذ احمد، يعني نعم في اتفاقيه سلام بس دي كسياسه، انما كشعب عارف اخره ايه. ايوه، ما احنا بندور على السبب الحقيقي الرفض ده لاسكندريه، لان مثلا ما انتوا بتقبلوا حفلات لشاكوش وبيكا وعمر كمال وحماقي والناس كلها، لكن ده اول حد يتقال له انت غير مرحب بيك. اذا الكر هنا كر مبادئ، مش كر مجرد صوت او فنان او بتاع. بالظبط بالظبط يا استاذ احمد، يعني كون انك انت تطلع معلش يعني مع اعدائنا تصور معاهم، انت كده انت بتحرق قلب. انا يا اخي انا كنت بتفرج عليك وبحبك، انا كده بقيت اكرهك. ايوه والله، دي رسالة من واحد بيحب محمد رمضان بيقول له على الهواء مباشرة انا بكرهك.